بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة بنكرر هذا الموقف وكررناه كثيرا في العديد من الافتتاحات الجديدة. النهاردة يوم آخر من أيام الرياضة المصرية، مجسد في منشأ جديد، منشأ له صفة الخصية، لأن هذا المنشأ هو استاد رياضي ينضم إلى قافلة الاستادات والمنشآت الرياضية المصرية، لكن ذات نكهة خاصة وذات طبيعة خاصة. طبعا من مكاني بتوجه بكل الشكر والتقدير للدفعة القوية اللي بيوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعجلة التنمية بصفة عامة في الدولة المصرية، وبصفة خاصة في مجالنا في مجال الرياضة والتنمية، التنمية الشبابية والتنمية الرياضية بشكل أسرع مما قد نتخيله، دعما وفكرا وعملا وتنفيذا من خلال مؤسسات الدولة. النهاردة يمكن موجودين أنا وزميلي الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اللي دايما مرتبطين بتعاون كبير جدا في المنشأ الرياضي في كل مجال وتطويره، ودايما الوزارتين ما بيتأخروش على المجتمع، وزارة الإسكان في تفاهم تام مع وزارة الرياضة في أو من أجل هذه التنمية ودخول قطاعات مختلفة للتطوير. إحنا موجودين في محافظة الجيزة. أنا كمان على المستوى الشخصي بشكر معالي الوزير المحافظ اللي هو أحمد راشد، الحقيقة اللي بيشاركنا مشاركة كبيرة جدا في هذه التنمية مثله مثل باقي المحافظين، اللي كل الدعم موجود والعمل. أنا ببارك للنادي الأهلي مجسد في مجلس إدارته الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة المحترم، اللي نظم فكره وحط خططه في الحقيقة، وبالتالي إحنا كمان كلنا بنساعد ونساند كل المؤسسات الوطنية، المؤسسات الرياضية مجسدة في الأندية الرياضية، مجسدة في الاتحادات الرياضية على هذا الفكر اللي دايما بنقول إحنا حاطين هدف إزاي نحول الرياضة إلى منتج. ما بنخرجش عن القطاع أو الجزء الخدمي، لكن لازم يكون منتج له استثماره واستثماراته وله دعمه. علشان كده يمكن الشركات وإطلاق الشركات وكل الفاسيليتي اللي ممكن تكون أو تقوم بها وزارة الشباب والرياضة هنعملها ونسهلها ونعملها بشكل سريع جدا. هنكسر بيروقراطية إذا كانت موجودة علشان نوصل للي إحنا بنوصله بالشكل ده. إحنا مش بنسابق نفسنا بس، إحنا بنسابق نفسنا وبنسابق الزمن وبنسابق العديد من الدول اللي جريت. إحنا كمان الحمد لله الدولة المصرية جريت بشكل خفاق بشكل كبير جدا. التعاون مع المؤسسات المجتمعية طبعا ده أستاذ كورة، فبالتالي مع الاتحاد المصري لكرة القدم، مع كل المؤسسات المجتمعية، ألف مبروك للنادي الأهلي ومجلس إدارته وللجميع. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.